السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أم البنس من جديد في فيديو جديد. اليوم باش نتكلموا على الإسلاموفوبيا، على موجه الالحاد التي تقع في المواقع الاجتماعيه والاكثريه من الشباب العرب، الشباب المسلمين. برشا شبهات في يلصقوا فيها في الاسلام، وبرشا شبهات يلصقوا فيها في الاسلام وفي الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا باش نردوا عليهم، ما نخليهمش يتكلموا هكا، على خاطر الشباب يتاثر بالبروباغندا الاسلاموفوبيه، ويعني ينجم يخرج من الطريق الصحيح. الشبهة الأولى باش نردوا عليها، اللي هما لأن الرسول تزوج مع عائشة في رضي الله عنها في سن 9 سنوات، بالنسبة ليهم يعني الرسول بيدوفيل لواتم الأطفال، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ولكن باش نردوا على التهمة هذه وعلى الشبهة هذه بطريقة علمية وبطريقة تاريخية. الملاحدة هذو البهايم الحمير ما عندهمش حتى أسس يعني علمية وتاريخية باش يفهموا يعني عادات الزواج في ذلك العهد في القرون الوسطى. في القرون الوسطى كانت حاجة عادية على الاخر انه كاهل يتزوج ببنية صغيرة، يعني الرسول مش اول واحد مش اخر واحد، يعني كانت حاجة عادية انه كاهل يعني يتزوج ببنية بين 9 سنين و11 عام، يعني في القرون الوسطى كانت حاجة عادية على الاخر ان الانسان الكاهل يتزوج ببنية صغيرة، وكانت عادات يعني منتشرة في عند العرب وعند الروم. يعني انا واحدة من الناس يعني مختصة في التاريخ فرنسا، لوي 11 لاغانيا تزوج مع شارلوت دو سافوا في 1451، وشارلوت دو سافوا عمرها 6 سنوات. يعني 6 سنوات كانت البنية تنجم تزوج بكهلة، وكانت حاجة عادية على الاخر انا ملك كهل يتزوج ببنية صغيرة. كما قلت لكم لوي 11 لاغانيا تزوج بشارلوت دو سافوا في عمر 6 سنوات في عام 1451، وشارلوت دو سافوا مولودة في 1445. مثل اخر، فيليب كاتر لو بيل. فيليب كاتر لو بيل تزوج بجان دو نافار في عام 1305، وجان دو نافار عمرها 11 سنة. يعني حاجة عادية على الاخر، سيتي توتا في نورمال ملك يتزوج ببنية صغيرة. مثل اخر من تاريخ فرنسا، فيليب دو اوغوست تزوج بإيزابيل دو إينو عمرها 10 سنوات. 10 سنوات تزوج بها عام 1180، و إيزابيل دو إينو مولودة عام 1170. يعني باش نقول لكم اللي هي في القرون الوسطى كانت حاجة عادية للآخر أن إنسان الكاهل يتزوج ببنية صغيرة. أنا الحاجة دي ما كانتش حاجة شوكونت، ما كانتش يعني حاجة تخلي، ما كانتش حاجة يعني تفضح الإنسان، كانت حاجة عادية على الآخر، كانت يعني عادة منتشرة عند العرب وعند الروم. من جهة أخرى، فما إسلاموفوبيين خلوا لي دي ميساج، خلوا لي رسالات في المساجري متاعي، ويقولوا إذا كان هو رسول علاش تزوج ببنية عمرها 6 سنوات، ومنجموش نقارنوه بملوك فرنسا. أول حاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إنسان قبل ما يكون رسولة، يعني رسالة يعني الإنسان، وكان إنسان من الحقبة التاريخية متاعه، يعني عاش تاريخه وعاش مجتمعه وعاش طقوس وعادات مجتمعه. منجموش نلومه على رسول لأنه فعل مثل الملوك الآخرين، تزوج ببنية صغيرة مثل ما فعل كل ملوك الروم مثل فيليب لوبال أو لوي 11. يعني كانت حاجة عادية للآخر، دونك منجموش ما نقدروش نلوم عليه لماذا تزوج ببنية صغيرة. ويجب أن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ببنت واحدة بكر، هي عائشة رضي الله عنها، وكل الزوجات اللي كانت عنده كانت أرامل، وما كانش عندهم ما كانوش بكر. أيضا نجموش نقارن بالزواج هذه بالبنية الصغيرة بعملية لواط، لأنها في أحد دونك أحد لأن في لأن الرجل اللواطي إنسان ريسيديفيست، ديما يعني يحب تكرار العملية،
ويعني اي لواء يكرر العمليه للعشرات المرات لمئات المرات، ولم نرى هذا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يمكن ان نقول انه كان لواء. ومن جهه اخرى في احاديث اللي خلتهم عائشه رضي الله عنها لم نجد اي اثر للعنف، اي اثر للاغتصاب، اي اثر اي اثر لعنف جسدي او عنف لفظي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشه. يعني كانت عائشه من زوجاته المفضلات، ولم يكن هناك اي تاريخ لاي حديث اي شهاده اللي خلينا نقول اللي هو كان يعني عنيف او كان عنده تصرفات انسان لواتي مع البنات الصغيرات. فوالا دونك خلاص القول، انا حبيت ندافع على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجب التذكير بأن الإسلام يمنع منعا باتا العلاقات اللواتية بين الأطفال والكهول، ولكن في الدين اليهودية في التلمود يسمح لليهودي بالعلاقات اللواتية مع الصغار، وفي فصل 54 ب من التلمود يسمح لليهودي مواقعة الطفل على شرط أن يبلغ أقل من 9 سنوات، وفي فصل 59 ب علاقة جنسية بين كهل والطفل عمره أقل من 8 سنوات لا تعتبر زنا. دونك باش نشوفوا أن التلمود هو اللي يسمح بالعلاقات اللواتية وليس الإسلام. ونلغي كل الشبهات كل الاتهامات اللي يستعملوا فيها جماعة الملاحدة الحمير البهايم اللي قاعدين يعني يشوهوا في صورة الإسلام وصورة المسلمين على المواقع الاجتماعية. وبالنسبة لي هذو من الناس هم الناس خونة وعملاء، لأنهم يعملون مع القوى الغربية التي يعني تحارب بكل الإمكانيات الديانة الإسلامية وتحارب أيضا المسلمين. وإذا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايكي بارتاجي ابونيفو اماشين دونك اشتركوا في قناة يوتيوب، اشتركوا في صفحتي الفيسبوك، وان شاء الله في فيديو جديد وفي فكرة جديدة.